السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. بعدا قبل ما نبدا بغيت نقول لكم شكرا لكم كاملين. اليوم وصلنا 30,000. شكرا لكم كاملين، شكرا لاي واحد مشارك معايا في القناه، شكرا لاي واحد كيتفرج لا فيديو كيدير لايك ولي كومونتير ديالكم، شكرا لكم كاملين بزاف بزاف. المهم حنا وصلنا 30,000، باقي عندي الطموح اننا نوصل ان شاء الله اكبر ونكبروا هذه القناه ونكبروا هذه العائله هذه ونكبروا هاد الناس الزوينين اللي ربحنا من هذا اليوتيوب هذا. المهم شكرا لكم بزاف مره اخرى، ولقيتوني دابا غادي نشارك معكم الوصفه ديال الرايب كما نشوف اخر فيديو. بعدا عاوتاني لي كومونتير الزوينه ديالكم في اخر فيديو، شكرا لكم عليها بزاف. لقيت بزاف ديال الناس زعما عجبهم الفيديو، عجبهم ديك داكشي اللي درنا انا وماما، وبزاف منهم كانوا يطلبوا مني هكذا دوك الوصفات اللي درنا، وكاين اللي طلب مني نصوروا ليه الرايب، والرايب كنت ديجا مصوره وما درتوش لا فيديو حيت جاتني لا فيديو طويله بزاف وحيدت منه اللقطات. فدابا ملي الناس طلبوني قلت علاش لا ما نديرش فيديو بوحده على الرايب كيفاش درته ماما وكيفاش حضراته، ونشارك معكم الطريقه ديالو كامله بالتفصيل. وهادشي اللي كاين بصراحه الطريقه ديالو سهله بزاف، ما فيهاش داكشي صعيب. المهم انتما غنشارك معكم هادشي اللي كاين، وهانتوما معنا. بعدا قبل ما ندوزو نقولو باش نسلم عليكم، نشكركم حتى هي على 30,000 ديالنا. مبروك على 30,000. الله يبارك فيك اختي، شكرا. اليوم اميره داك الفيديو ديال البارح هي الحلوه فيني وريضات، قالت لي بوش واحد حتى لي ب 30,000، قلت لها لا مازال تندير 100,000 حتى طماعه. الناس كيحتفلوا ب 10 هكا و 20 و 30 وشويه. واحد الفيديو تصنت ليا وصلوا عالي حيت لاشين الاولى ديالنا كان عندنا فيها مكبر، فدابا مازال ما كتحس. دابا مازال ندير غير 60 ندير 80 فوق ديك العدد اللي كان عندي. دابا القناه الاولى ديال اميره كانت فيها 75 تسقات ليها، دابا كنحس باقي صغير فمازال ما كبرتها فهمتي. مشات لها في 75,000، يعني كون بقات ديك القناه كنت غتكملي 100 شحال هادي. شحال كان 300 دابا تما تسقات اميره مابقاش كدير لي فيديو مي مشات ليها القناه. المهم نسلموا عليكم بعدا، كي دايرين؟ تحياتي لكم كاملين من القلب. نتمنى هذا الفيديو ديال اميره يلقاكم كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال والظروف يا ربي. ومهم انا كنقول اميره مبروك 30 كا، واللي قنع بالقليل يجيه الكثير، سمعتيني؟ قنعي ب 30 ومال 30 لقاوها الناس. انا صرا كتشري دابا والله الا كلشي كيشري، وزيد ان القناه صعاب في هذا الوقت، القنوات صعاب والمحتوى النقي دائما ما كيطلعش، راه معروفه. امين يا رب العالمين. شوفي كيف واحد كا، كيف جوج كا، كيف ثلاثه كا، وغنقولوا شكرا لعلي ووصال، اكيد اكيد عندهم واحد الفضل كبير في هذه القناه هذه، حتى هما من وقفوا معنا في هذه القناه. هنا كيبقى الاميره ما كتخدمش، ما كتحطش يوميا، كتوقف شهرين 3 شهور عام. لا ساكم كنتو كنديروا فيديو زوين، وكان فيديو ما كيجيش غير بالسهل، راه فيه مونتاج، فيه تصوير، فيه توقف النهار كله خصك تصوري وتقادي وديري المونتاج، في الاخر ما كيجيش مشاهده ومن الفوق ما كنتخلصش فيه مزيان. فواحد الوقيته صافي كنت تحبست لا فيديو هكذا كتفنطل عليا، كتجيب لي 4 دراهم وانا خاسره عليها 1000 درهم، شنو الربح عندي فيها؟ فواحد الوقيته كسائلت حبست، عاد موراها رجعت بشويه بشويه وكنحاول نعالج الامور، وحنا غادي كنعالج الامور واخا باقي ما تسالش، واخا باقي ما تخلصتيش ماشي مشكل الحمد لله. ما كاين خاصك شي حاجه؟ ناقصك شي حاجه؟ الحمد لله، ولكن زعما ما كتبغيش داك التعب ديالك يمشي على والو، كتبغي داك التعب صافي الهوايه ديالك كمل انت عندك اصلا هوايه. ماما كي تمنيتي زعما شي حاجه؟ الحمد لله عايشه بخير وعلى خير، ما ناقصك كلشي، ما كنحتاج ندير والو الحمد لله. اللهم لك الحمد، مرضات الوالدين راكي مرضيه الحمد لله، مرضيه ومهديه ومسقيه. المهم غندير لكم واحد الرايب ديال الدراويش ديال الناس البسطاء، عرفتي كنديرو في رمضان، ما نقول لكمش في رمضان كنفيق الصباح في السحور، كنديرو السحور تسحري به والله الا اقتصادي، يمكن 10 دراهم كامل كيطلع ب 10 دراهم ما كيفوتهاش، جوج الحليب وواحد الدانون. وشوفوا معايا وقولوا لي الطريقه، اسهل طريقه انا كنعتمدها هذه، نقول لكم فوق ال 20 سنه كنديرو هذه، علمتو ليا جداتك اميره صح الله يرحمها ويسلمها، والله هي اللي علمتو ليا هذه، عكوزتي علمتو ليا شي 20 سنه وبقى هو اللي معتمده كنديرو قبل ما نولدك. المهم انتما تشوفوا معنا فيديو اميره، وكنتمنى الدعم الاميره، الله يعطيكم الخير، الله يجازيكم بخير، الله يرحم بالوالدين. واحد اللايف في القناه وبزاف الناس دخلوا وقال لي الا عجبكم بقى نديروا لايف مره مره هكذا في الشين ديالي، فغير بغيت بحال هكذا اللي بغى لايفات عند اميره قوي نضحكوا ونشطوا هكذا. صافي حنا ما دخلنا في والو، حنا داخلين سوق راسنا ان شاء الله. ايوا المهم هادشي اللي كاين، وهانتوما معنا ما تمشيو فين، واللي باقي ما شارك يشارك معنا في لاشين، ومرحبا بكم معنا من جديد. وهادشي اللي كاين عوده محموده، دابا ندخلوا ان شاء الله بخير يا ربي، الله يسهل عليك ويسهل على امتي محمد اجمعين يا رب. نسيت البارح درت لهم في الفيديو غنخلي لكم انستغرام وتيك توك، هنا دزت خليت لكم الخوه. المهم انا غنخلي لكم انا دابا ما غنساش، غنخلي لكم انستغرام ديالي وغنخلي لكم التيك توك ديالي حتى تدخلوا عندي فيه،
وهادشي اللي كاين. شجعوا غلاتكم الخير. شجعوا وتفرجوا في الفيديوهات عافاكم. يلاه صافي. على بركة الله. دابا بغيت نصاوب واحد شويه ديال الريب نبرد به شويه وصافي. غسلت الكيسه جبتهم الباكيه لقيتهم حقا مضبوبين ما عجبونيش عاود غسلتهم وصافي. وهاد السيد قلت لكم شريت البارح فنين 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 ضايله غزالين هادشي كيخرجوا معنات ناضين كان معنات ناضين ويبان واحد الخمله ياك اختي هادشي. المهم الحليب كيفيض باش نزيد مع الحليب البارد صافي اسهل ممكن غير ممكن ديري يعني ها هو الحليب ديالي سخنات. هو ملي كيكون فيه السكر ما كيطلعش تشوفوا الفيضه طلعت لان كيكون السكر غالب فيه. وهنا السكر هو حليب يديروا الجهد ديالو انا كنديرو حلو حيت ماشي ليا حيت ما انا في الغالب كندير غير السيرو. المهم ها هو داك دانون اللي طربتو مزيان داك دانون باش ما يبقاش ليا محبب فهمتي كيبان لكم دانون ياك هذا هو دانون. دابا غنكون طفيت البوطه انا هي نطفيها كتقول لي بس ما علاش كتكررتي هذا الشيء وراه الضيا حرام راه التبدير حرام علاش انا غادي نمشي نخليها. وها هو داك السيترون الحليب بارد ها هو رميتو دابا صافي. وها الريف سهله دابا صافي غنخلط هاد الخليط ديالي صافي. دابا دانونات هما جوج حليب بارد حليب سخون صافي سالينا حليب بارد حليب سخون وجوج دانونات. كاين اللي كيدير دانون انا كندير جوج ماعرفتش. وهو الريف ديالنا ساهل دابا شنو غنديرو ليه المرحله الاخر دابا بقاو معايا خويا دابا غندير في كويسات نيشات. انا اصلا كندير في طاسه وكيجيو الدراري كيبقاو يهزوا ولكن ملي كتبغي تحطي الشكر كتبغي ديري شويه ديال البريستيج زعما حنا ولينا كنبريستيجيو. انا ملي كنبغي هكا شتي راه باقي ندوق الحليب ديال دانو شتي. دابا هي الطاسه كيجي لي فحقا مسربي تسري طاسه وتسدي عليها وانتي تهنيت. كاين دابا بغيت نحطو كان عندي شي واحد كيهز كاسو ديالو بوحدي. وهنا اللي بغا يزيد عليه الفواكه اللي بغا يدير اللوز والكركاع اللي بغا كل واحد شنو كيدير. باقي الخير تبارك الله شوف شحال عمرت الكيسان اللوبيا. المهم هو عمرتني خاصني نوصل هاد الشي. ودابا هاهو الرايب لي قلت ليكم هاهو خرج ناشف هاهو خصو غير يبرد صافي. واللي بغى يزوق من الفوق يزوق من الفوق. ومن بغى نديرو يبرد يا ماما كتقاد الرايب ديالها شنو غندير الثانيه غديري كلش كيلات مبدلين. وين انتو واش كيل الاول درت فيه هاد كيل اللي في خويسك سلات من هاي طيبات ماما دابا هنايا حطيتي حدا هذيك